هي سيادة اللواء، عظمة حرب أكتوبر أنا بعتبرها كده زي الأسرار بتاعت قدماء المصريين في آثارهم. يعني إحنا كل سنة بنتكلم في نفس التوقيت عن حرب أكتوبر، وكل سنة بنسمع فيها جديد، وبنسمع فيها إزاي قدرنا إن إحنا نحقق النجاح العسكري ده، وإزاي كان في نوع من التعاون بين الجيش والشعب اللي هو أصلا جزء منه. ما أنا بقول لحضرتك، الأسرار بتتكشف كل سنة. مع احترامي، لما حصلت نكسة 67 والرئيس عبد الناصر يوم 9 يونيو أراد أن يتنحى، ماذا قال له شعب مصر؟ خرجت جماعة الشعب المصري ورفضت التنحى. ده أنت تقعد وتستمر، ولازم الأرض اللي اتخذت ترجع، ولازم الكرامة المصرية نستعيدها مرة أخرى. إذا مين اللي حدد الهدف الاستراتيجي ده؟ الشعب. الشعب خلاص. وبالتالي الملحمة دي تتضمن جزئين، جزء مرتبط يا هبة بتحرير الأرض، وجزء آخر مرتبط باستعادة شرف العسكرية المصرية. الاثنين خلاص. طب تحرير الأرض، احنا عشان نحرر سينا مرة أخرى اللي سلبت مننا في غفوة كده في 6 أيام. قعدنا كم سنة؟ قعدنا كم سنة؟ 22 سنة. الرسالة دي يجب أن تصل لينا كلنا وللأجيال، إن إحنا من جيل لجيل لجيل. شوفوا في تاريخ مصر كله ما فيش حد فرط في شبر من أرض مصر. ما هي دي العقيدة بقى يا فندم، دي العقيدة المصرية. ما فيش حد بيفرط في شبر. قعدنا 22 سنة إلى أن استعدنا طابة في مارس 89، يعني من يونيو 67 لغاية مارس 89 بنناضل في صراع عسكري وصراع سياسي تفاوضي وصراع تفاوضي تحكيمي عشان لا نترك شبر من أرض مصر. إذن دي كانت ملحمة فيها مين بقى شارك فيها؟ مين زي ما بيقولنا كده؟ القيادة والجيش والشعب خلاص. الملحمة دي أهم مرحلة فيها بقى اللي حضرتك بتتكلمي عليها، اللي هي ال6 سنوات الأولى اللي كان فيها الصراع العسكري. طب ازاي بقى احنا مع الظروف الصعبة دي تم إعادة بناء الجيش المصري في 3 4 سنين؟ شيء لا يصدقه أي طرف من الأطراف الأخرى خلاص. وازاي واحنا بنعيد بناء الجيش وتطويع الإمكانيات وازاي بقى كمان اللي كانت موجودة، بنعيد بناء الجيش المصري ده؟ بنقول لا، ده احنا بنوصل رسالة للطرف الآخر، بنقول لهم طول ما انتوا قاعدين على أرضنا لازم تدفعوا الإيه؟ التمن. تمن خلاص. صحيح. فكان في ما اطلقنا عليه حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف اللي استمرت قد ايه يا هبه؟ 1000 يوم. 1000 يوم منهم 500 يوم قتال فعلي تم فيها. يعني احنا انا بعتبر نفسنا في عدد من البطولات مقصرين في حق انفسنا. انت عارفه حضرتك في ال 1000 يوم او في ال 500 يوم القتال الفعلي دول تم كم تنفيذ كم عمليه؟ اكثر من 4000 عمليه عسكريه. كان كل يوم كده في ال 500 يوم اوامر كده أن يتم تنفيذ من 8 إلى 10 عملية، يقوم بيها بقى جزء من الجيش ده وجزء من الجيش ده والقوات الخاصة والأفرع الرئيسية والقوات الجوية والبحرية، بحيث وده اللي خلق نوع من القلق للعدو. يعني دخلهم أنت مش قاعد في سلام، ده مش في سلام بس، ده خلاهم هم لما بتضغط أنت عليهم بيروحوا لمين؟ بيروحوا لأمريكا على طول. هم اللي طلبوا من أمريكا إيقاف النيران اللي كان فيها مبادرة روجرز في أغسطس سنة 70. يعني فترة الاستنزاف دي تلقنوا فيها درس كبير قوي. يعني عادنا بناء الجيش وإحنا بنعيد بناء الجيش، أعطناهم درس في حرب الاستنزاف كان بدناهم خسائر كبيرة، فقولي يمكن 1000 قتيل وعشرات الألاف من المصابين والعتاد العسكري اللي اتدمر لهم في أكثر من معركة تمت.